يقول السائل: لدي مبلغ من المال أودعته في شركة لاستثماري، وهذا الاستثمار شهري وسنوي، وقالوا أرباح الشركة لهذا يتوقع 6% أو 5%، هل الاستثمار هذا جائز بهذه الصورة؟ تحديد الربح هذا لا يجوز، إنما المضاربة يباع ويشرى والربح يحصل أو لا يحصل، يزيد أو ينقص، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أما أنه يحدد الربح في الشهر أو في الأسبوع كذا وكذا، هذا لا يجوز. المضاربة خاضعة للزيادة والنقص، الربح في المضاربة خاضع للزيادة والنقص، أو خاضع أيضا لأنه ما يوجد ربح، الله أعلم. نعم.